سكنجبير فاش كيكون طري نصيحه ما عمرو ما يديروا في دوك لي تيروار. نعم، لان بمجرد ما كيديروا في دوك لي تيروار لوميديتي كتكون كبيره عليهم، وبالتالي ممكن يتصابوا بكتيريا ويتصابوا دي شامبينيون اللي عوض ما تكون عنده فائده غذائيه يولي ممرض، ويقول لك اودي سكنجبير راه ضرني فاش خديته في القتال الفلان فلانيه. دونك سكنجبير طري فوق لي زيتاجي. ما نقدروش اننا نغلفوا لا شي حاجه، ما نديروش في المجوره. من الاحسن. من الاحسن، نها. هذه الاولى. ثانيا في من الاحسن عاوتاني ما يبقاش يدار هو طري في القراعي. بلاصه مسدوده يعني كنسدوا عليه. هذه حتى هي من الاشياء اللي ما كيحملهاش السكنجبير، كيقول لك اودي انا خليني نكون في واحد المنطقه ايري. نعم، مازال نشوفوا طري في الدار ديال الانسان. نعم، وكيفاش نعرفوا انه فقد الطراوه ديالو او لا ما بقاش الريحة. نعم، الريحه ديالو كتبدل. نعم، وبعض المرات كتولي عنده الريحه بحال الغمال. هنا كتقول بان السكنجبير ما بقى عنده حتى شي قيمه غذائيه، من الاحسن يمشي سميتو لابوبال. نعم، حنا كنقولوا بزاف المواد باش كنبغوا نحافظوا عليها، كاين اللي كيدير دوك الحبات ديال الروز، كل واحد شنو تيدير. انا باش نحافظوا على السكنجبير واش كاينه شي استيس نقدروا نديروها فيها مثلا تفاديا الرطوبه وغيره؟ ولو انك تكوني محافظه عليه احسن حفاظ، من الاحسن ما يفوت لك شهرين. ممتاز. هذه هي زعما كتولي القيمه الغذائيه ديالو يعني كتكون تقريبا 100% محافظ عليها. دونك هذا خبره سكنجبير قلنا كيف طري، شنو الطرق ديال التحفيظ الاخرى اللي ممكن انا ديال الحفظ؟ ممكن نديرو في الكونجيلاتور، ولكن في الوقت اللي غنديرو في الكونجيلاتور عندي مثلا نص كيلو ولا كيلو حاطه في الكونجيلاتور، غير نجي نجبد منشار ونقطع داك سميتو ونقطع داك الطرف ديال السكنجبير اللي غادي نستعمله في اليوم ونرجع دغيا. نعم، هذاك الباقي، لان الا مشى حتى داب وعاوتاني رجعتو يتكونجلا مشات القيمه الغذائيه ديالو. يعني بحالو بحال الكثير من المواد الغذائيه. ما نعملوش ديك الطريقه ديال ان نديرو مرسوات كونجلي. لا، مرسوات صغار للاستعمال. لا، هو ما يمكنش تبقى تقطعو داك الجذور ديالو. لان الا قطعتيه بعض المرات كيكون واحد الانزيمات يبداو يتفاعلوا. نعم. ولو في درجه ديال الحراره اللي كتكون ضعيفه. نعم. اللهم في الوقيته اللي غادي نحتاجو نخرجوا بسرعه ونقطعوا بنيشير ونرجعوا للكونجيلاتور ونخلي الاخر اللي غادي ناكل هو اللي غادي يدي كونجلا ومن بعد نستعمل السميتو. حيت سولت هذا السؤال حيت بزاف الناس غيسمعونا يقول لك علاش انا ما نقطعش مرسوات ونحطهم. دونك عطيتينا الجواب. هذه كدار اللحام ودار الحوايج اخرين اللي ممكن ان نديروها. مي السكنجبير عنده هذه الخاصيه هذه تيقول لك من الاحسن قطعني ورجعني. زوينه قطعني ورجعني. دونك هذه الطريقه ديال كيفاش نحفظوا السكنجبير سواء كان طري وكذلك شفنا حتى البودره. غنوقفوا عند هذا القدر ياك؟ زيد الحلقه الماجيه غنكملوا ما الى ذلك. عندك شي حاجه؟ عندك نكمل باقي جوج ديال هذا. يلا غير باش نجاوبوا غير الاسئله باش ما يدركناش الوقت. لا، كذلك في الوقيته اللي نبغي نيبس سكنجبير نقدر ناخذ خضر. اييه، ونقطعوا ومن بعد نديروا على شكل ديدي ونحطوا في الفران ديالي، غير من بعد ما نسالي الطياب في الفران وداك الشيء نخليه شويه محلول ونخلي ذاك الصهد ديال الفران يبقى عليه حتى كيبسوا، ومن بعد كندوزوا للخلاط الكهربائي يطحنوا ليا ونحطوا نديروا في القرعه ديالي بالطريقه العاديه. لكن اللي مطلوب وهو انه جوج الحوايج، يا اما ندوزوا يغلى شويه باش ما دوك سميتو ما يطلقش لي بورجون ديالو، يا اما نقشروا. نعم، الا قشرتو راه ما عمرو ما غي يعني يطلق لا ما لا حاجه لا والو. يعني غيبقى ديك البودره ديالو ممكن انني نصوبها ليه بدون مشاكل. ثم كاينه هذه طريقه اخرى وعجيبه جدا، وهي انني كنشد يعني سكنجبير خضر ونقطعو على شكل ديدي او لا مرسويات وكنديرهم في العسل. نعم، راه لما كديرو عاوتاني في العسل القيمه الغذائيه، ولما كتنشفوا وديروا هذا كيولي بحال داك دوك الحلويات اللي كيكونوا بالريغليز. بحال داك السكنجبير كيتباع السكنجبير اللي كيكون غير هما كيدار بالسكر. هذا غديروا بالعسل. نعم، عرفتي القيمه الغذائيه ديالو كيفاش كتولي. وحتى لما كيكون مثلا شي انسان عنده شي نزله ولا عنده شي سعله ولا شي حاجه بحال هكا ممكن انه يستعملوا ديريكت من القرعه ديالو. وهادو هما الطرق ديال التخزين اللي ممكن نعطيوها لجميع المكونات ديال السكنجبير. السكنجبير كيترقد. يترقد فاش؟ كيترقد في الخل وكيترقد في الالكول وكيترقد في زيت الزيتون. نعم، وكيترقد في الماء. نعم، زيت الزيتون بالملوحه ديالها ولا زيت الزيتون اللي خاصها تكون بكريمه؟ لا، ما فيهش الملحه، خليها فيه
باش هادوك المكونات ديال السكنجبير كيدوزوا للزيت وكتولي زيت عندها القيمه ديال زيت الزنجبيل. نعم. غنشوفوا هذه الامور اخرى غنتفصلوا بها بشكل كبير، انا غير اشاره فقط جاتني قلتها لك باش المره الجايه نبداو من هنا. مرحبا. بالطرق ديال كيفاش نقدوا السكنجبير ونشوفوا كذلك الطرق ديالو الصحيه، كيف قلنا عنده الفوائد على الصحه الجنسيه، صحه الشعر، البشره، وشفنا على صحه الذات، وشفنا بزاف ديال الامور. دابا نجاوبوا على اسئله المستمعين. نبداو من السؤال ديال بشرى من مراكش اللي تكلمت انها عندها العيا بزاف وملاحظ سولات يعني دوزات لقات نقص في فيتامين دي، فقر الدم، تكلمات عندها يعني وكتاخذ الادويه ديال الاكتئاب، هنا شنو نقدروا نقولوا لها كوقائيات غذائيه شنو تاخذ تقريبا باش يتحيد على الاقل ذاك العيا وتنوي متبع مع الطبيب ديالها؟ ممتاز. اولا الراحه. اها. ثانيا المساج. ثالثا تكثر من الخيار. نعم. باش يدخلوا لها لو ماكسيموم ديال الاملاح المعدنيه للذات ديالها. ثم بعد ذلك تاخذ شنو كيقولوا ليه العسل. ايه. فهو من الاشياء المغذيه وما نكرش في ذاك العسل يكون فيه شنو كيقول ليه لو بولين وغذاء الملكات وسكنجبير ويكون كذلك فيه ذاك طلع النخيل. نعم. هادو تخلطهم يعني الاخرى 50 غرام 50 غرام 50 غرام ديال طلع النخيل وديال البولين ودير 25 غرام ديال لاشولي رويال ودير واحد تقريبا 10 غرام 10 غرام ديال السكنجبير، هادو كلهم تخلطهم في 1 كيلو. حنا 10 غرام سكنجبير طري. لا يابس. يابس. ها ممتاز. تخلطهم وتصوب سميتو الخليط ديالها وتاخذ منه معلقه في الصباح، معلقه في الغداء، ومعلقه في الليل، فهو عجيب جدا للطاقه وعجيب جدا لسميتو، ثم تاخذ كذلك العصير اتاي شاي ديال الزنجبيل. تبقى تشربو حتى هو في الصباح، راه قلت لها غتسخنها المعده هي الاولى ومن بعد غتشوف السخونيه طالعه على المعده ديالها. إضافة إلى هذيك الإنرجي اللي ناقصة لها، غير عندها نقص في الأملاح المعدنية، تكثر من العصير ديال الخضروات وترجع لها الصحة ديالها بإذن الله على أحسن ما يرام. وكنتبغيوها بغينا تقعد معنا شوية وتهي تحرك شوية وتكابر شوية إن شاء الله وتعاود تواصل معنا وتعطينا النتيجة كذلك. حفيظة من البيضاء اللي تكلمت على كيطلع لها الضغط وتكلمت انها مره واحده اللي خدات السكنجبير، ملي خدات السكنجبير غلاته، يعني درته بحال اللي ملي كنغليو يعني ان بحال ملي كنعملوا اتاي، هي غلاته بديك الطريقه وشرباته، حسات بديك السخونيه، حسات بالعينين ديالها يعني خرجوا او لا حمارو. هنا كيفاش؟ واش فعلا خاصهم يتفاداو الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي؟ سبحان الله، كان غير هذه الايام عندنا واحد المناقشه طويله انا واحد جوج ديال الدكاتره في قنيطره عندنا. مساكن تا هما كاين عندهم بزاف هذا المشكل ديال الناس كيشربوا هذا عندهم مشكل مع ضغط الدم، فكانت دائما قال لك اذا عرف السبب بطول العجب. نعم. السبب لما كتكون عندي سميتو الدم ديالي عامر بالماء وكيكون عندي الشرايين مضيقه. نعم. خصني نوسع الشرايين ونقص شويه من الماء، هذه العمليه كيقوم بها واحد لا مثيل له اللي هما الوراق ديال الزيتون. الوراق ديال الزيتون 20 غرام في طرو ديال الماء يستطبخوا وفي الليل يباتوا الليل ثم نحيد ذاك الوريقات والماء ديالي يولي هو هذا. ما عندهمش تاثير على حوايج اخرى نهائيا. نهائيا. وكيلعب دور ديال انه كيوسع ليا الشرايين الاورده وكيقلل ليا من الدم في سميتو، وكتشوف بان شيئا فشيئا هذاك ضغط الدم بدا كيقل عندي، هذا الاولى. ثم كناخذ جيكو بيلوبا. كيسرح لي الدوره الدمويه كامله من الراس حتى للرجلين، وكناخذ زيت السمك حتى هو كيلعب دور ديال انه كيساهم في تليين الجدار ديال الاورده والشرايين، وكذلك كيساهم في نقص المستوى ديال ضغط الدم. وهذه تجارب ماشي ديال واحد، ماشي ديال بل عدد كبير من الناس اللي كانوا كيتبعوا معايا الوصفات الغذائيه ديالهم، والحمد لله كان هناك نتيجه عجيبه وعجيبه جدا. الكيفيه ديال السكنجبير بالنسبه للناس اللي عندهم ارتفاع الضغط؟ سكنجبير دائما غتاخذ معلقه صغيره ودير فيه الماء سخون وتخليه مده ديال 10 دقائق وتصفي، ما كاين لا غليان بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال هذا، ما يغليوه ما والو، ولكن في التحضيرات ما ياخذوش الاشياء اللي كتجري لهم الدم. نعم. هذه اللي خصهم يحذروا منها. نعم. نمشيو للسؤال ديال سميه من سطات اللي تكلمت انه كيطلع ليها حتى هي تكلمت على ارتفاع ديال الضغط وكذلك السكنجبير، وتكلمت على الاخت ديالها اللي عندها التهاب في الحلق، خدات الادويه وكل شيء، تحاليل كيخرجوا كل شيء مزيان، قال لها غير عندك التهابات في الحلق ان تتبح وتمشي لها الصوت. هنا شنو تمشي تعطيها كوقايه؟ وقايه غذائيه. تاخذ معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي مع معلقه صغيره ديال زيت
الكوكو هذاك غيكون يابس بحال الزبده غتخليه يسخن شي شويه وتخلط هذه مع هذه وتاخذ ثلاثه المعالق يوميا الصباح وفي الغداء وفي الليل فهذه غير المثابره عليها غتنقص لها من الالتهابات اللي كاينه في الذات كامله خاصه في الحلق. بالنسبه لدريس اللي الادريسي اللي تكلم انه قطع التدخين بغى مواد اللي تقدر تنقي الذات ديالو من النيكوتين اولا من هذه الماده. الادريسي السي الادريسي انا كنطلب منه يصوم ليا الاثنين والخميس. ممتاز. هو احسن منقي للذات كامله وخاصه الرئه، ثم هذاك شنو كيقول اللفت اللي عنده موف من الفوق وبيض من التحت. نعم. يوميا من الصباح للصباح على الريق ياخذ يديروا مع الماء على شكل عصير ويحليه بالعسل ديال الاوكاليبتوس ويدير اماساج في الصدر ديالو على الاوكاليبتوس واماساج في الظهر ديالو على الاوكاليبتوس بزيت ديال الاوكاليبتوس وهذاك الزيت ديال الاوكاليبتوس يزيد فيه لي زويل اسونسيال ديال الاوكاليبتوس فهو كيلعب دور مهم ومهم جدا في تنقيه الصدر وكاع الناس اللي كيكميو يديروا هذه وغترجع لهم الرئه ديالهم كيوم ولدتهم امهاتهم باذن الله. كنتمنوا له انه يبقى مستمر في هذه المساله اللي خضع وهذه المثابره ديال انه قطع السيجاره فشكرا بعدا وتحيه له. مازال نرجعوا باش نكملوا الاجابات على الاسئله لدكتور محمد وحسين نكملوا الاجابات على الاسئله ديالنا. نزهه من قنيطره ديبريسيون بالنسبه للاخت ديالها ركابي كيضروها شنو يعني جاتها من الخلعه كتاخذ علاجاتها وكتاخذ هادشي كامل شنو نقدروا نقولوا عليها كغذاء وكوقايه من سبب ماده السكنجبير احسن احسن سميتو الطريقه لهاد الناس هادو السكنجبير بعدا اولا هذه ممكن تاخذها بدون مشاكل باسكو هي غتسرح لها الدوره الدمويه وتوصل لها جميع العناصر الغذائيه تاخذ العصير الخضروات فهو مفيد للركابي ومفيد هذا المشكل ديال الغضروف اللي كيكون ناقص ثم كذلك البروبيوتيك البروبيوتيك هو الدماغ الثالث اللي كيكون عندنا في الجسم ديالنا الى رجعت البروبيوتيك رجعت سميتو داك الميكروبيوت ديالها كون على يقين بان غتلقى صحه جيده. نعم خديجه من فاس اللي تكلمات نفس السؤال ديجا جاوبنا عليه ديال الاخت ديالها كيضربها البرد وكيتبح ليها الصوت ديالها والانف ديالها كيبقى دائما بحال اللي قالت لك بحال اللي كيتخنق او شي حاجه من هذا القبيل انه كيدوز في هذا الريح هذا اشنو نقدروا نقولوا لها غتذكر ديجا جاوبنا على هذا السؤال ولكن كتذكر عافاك. تاخذ بعض الانواع ديال البروتينات خاصه الاسماك السردين والصومو فهو يرد لها داك الميوكس شيئا ما قاصح. نعم عمر من الحاجب سكنجبير ومنافع ديالو على ضغط العيون. زائد السمك زائد سميتو زائد جينكو بيلوبا. بالنسبه للكاتغديه اسيا من الخريب قال لي الام ديالها كيضروها ركابي قالت لك واحد العظيم خرج لها تكلمت انا قال لها عندك البروده المنافع البروده احنا كانت ديما تنتكلموا على التغذيه. شوف كان عندنا ذاك الحمام الحمام البارد زائد الاملاح المعدنيه تكون كما تكلمنا عليها قبل قليل بسميتو بالخيار والعصير ديال الخضروات وتاخذ الخرقوم البلدي مع زيت الكوكو. نعم السكنجبير والريجيم. سكنجبير والريجيم. سكنجبير ممتاز العجيب للريجيم فتاخذ معلقه صغيره في الصباح مع نص حامضه في الماء في الصباح وفي الليل قبل ما تنعس بنص ساعه فهو غتلقى النتائج عجيبه. بالنسبه للحموضه وغيره واش السكنجبير ممتاز؟ لا الحموضه لها العصير ديال البربه وكذلك الخل ديال التفاح معلقه كبيره في كاس الماء. بالنسبه للسؤال ديال محمد من ايت ملول تكلم كيداوي على البروستات وتكلم على السكنجبير كغذاء وقايه. السكنجبير كيلعب دور ديال انه كيسر القنوات ديال الذات كلها خاصه سميتو القنوات ديال البروستات فهو مفيد. نعم حسنا السكنجبير واش يساعد فعلا على الحمل؟ بطبيعه الحال ذاك الوصفه اللي تكلمنا عليها قبل قليل وعطيناها فهي كذلك كتشغل لوزينات ديال الانتاج ديال البويضات ولا لوزينات ديال الانتاج ديال الحيوانات المنويه فالرجال مزيان لهم وكذلك العيالات مزيان. مازال غنتكلموا على هذا الشيء ونتفصلوا فيه بشكل اكبر. مرحبا مشكور بزاف بروفيسور محمد وحسين.